عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب. احنا ما زلنا في طرح الاعداد. طرح الاعداد اليوم ان شاء الله بنكمل طرح الاعداد. احنا اخذنا في المسائل، اخذنا الاول في احد المسائل، وحنحل ان شاء الله الباقي ان شاء الله مع بعض. حنحل الباقي. السؤال الاول هو اعراض الحكي، كان صفحه عشان اذكركم اللي هي 34. حلينا الأول، هنحل مع بعض الثاني. طبعاً أنا حط الأرقام على أساس إنه إن شاء الله نحل مع بعض. طبعاً هون في عندي منزل ناقصة، هو كتب لي إياها من 3 8 7. نيجي هسه على نكمل نس، لانه انا بدي اعمل طرح، بدي من الياء لليمين ابدا، صح؟ ولا في شيء معناته انا بحط 4 ناقص 7 لجزء، صح؟ احنا حكينا قبل كل شيء التقدير، اللي هي التقدير قدر قبل كل شيء. انا بدي اقدر هاي، ليش؟ لانه هون ما فتحت شيء، صح مس؟ بدي اقدر هاي. لازم يكونوا تحت بعض. ليش يا مس ما اخذت الاثنين؟ لانه الاثنين ما في اي منزله تحتيها، فباخذ المنزله اللي بعدها مباشره اللي تحتيها واحد. واضح؟ انا الاول اللي هو قبله 2 زي ما هي. انظر الى يمين العدد، يمين العدد 8 بتعطيه 2، بتعطي 8 بتقول لي لا يا مس بتضل 8 زي ما هي. بعدين 1 2 3 4 اصفار. بعمل عمليه الطرح. باجي هون يا مس. الصفر هذا طبعا ما انت مفهوم مش موجود. الواحد بيعطيه الواحد ما بيعطيه الا الواحد، بضل واحد كما هو، وكمان بحط كمان عد المنازل 1 2 3 4 اصفار، 4 منازل يعني 4 اصفار. بعدين زي ما حكيت لك الصفر الاربعه تنزل كما هي. بعدين عندي انا هون عندي هون بس 8 ناقص 1 اللي هي 7. والشكل هذا بس عندي 7 و2 ناقص 0.2 27. تقول ليش يا مس انت عملت التقدير قبل؟ عشان ما اذا استلفت ما اعرف مين اللي بدي اخذه او وين الاصلي. واضح؟ تلخبط عندي الرقم. انا دائما قدر خاصه الطرح، قدره قبل كل شيء على اساس انه اذا كان في مشاكل اني ما لخبطني. نعم 4 ناقص 7 لا يجوز، الصفر ما بتعطي، باخذ من 7 بتصير هون 6، وبتعطي للصفر 1 بتصير 10، باخذ من 10 1 بتصير 9، وجيت لل 14. 14 ناقص 7 هي 7. الكل بيعرف 9 ناقص 8 1، كنا بنعرف بس نتأنى ونحن بنطرح. 6 ناقص 3 هي 3، و2 ناقص 1 1، و8 ناقص 1 اللي هي 7، و2 تنزل 29 تقريبا نفس الحاله اللي عندي. فانا احاول الان بسرعه لاني انت هيك عرفتي الحاله اكثر. السؤال رقم 3 بدي امس، انا عندي على السريع هون بعمل اول شيء زي ما حكيت اتفقنا انه احنا نعمل عمليه اللي هي بدنا نعمل عمليه الايش؟ التقدير او التحقق من صحه الحال. الخمسه بتعطي للسته بتقولي لي نعم يا مس تصبح 7، وكم 1 2 3 4 5 اصفار كنا بنعرف ونعد لانه عندي 5 اصفار، والتسعه بتعطي للواحد نعم يا مس بتصير 2، وكمان 5 اصفار نفس الحكي. لما اطرح بنزل 5 اصفار الاول، وبعدين بطرح عندي 7 ناقص 2 5 عرفناها كلياتنا. هون 0 ناقص 0 0، 1 ناقص 8 لا يجوز، بصير هون 1، هون بصير 12، بصير 11 اسف، 11 ناقص 8 3،
واحد ناقص واحد صفر، ثمانية ناقص اثنين ستة، خمسة ناقص تسعة لا يجوز، بصير هون عندي اللي هي خمسة، هون خمسة عشر، خمسة عشر ناقص تسعة اللي هي لسه عندي اللي هي عندي ستة، وخمسة ناقص واحد اللي هي أربعة. هاي هي عندي تقريبا توقع قدرنا نطلع نفس الحكي. نيجي بس عندي أهم شيء عندي لام. أهم شيء عندي بس أجي يمين للأفقي، الأفقي سهل كثير، أنا عندي ثلاثة وكان عندنا أربعة، عندنا أربعة أفقي. لازم أعدي المنازل أشوف هذا الرعب ولا لا، في منازل ناقصة ولا لا، خاصة الأفقي يعني أمس، عشان أتأكد إني أنا منازلي صح. نعمل عملية الطرح. خمسة خمسة، ثمانية آسفة. يجي هولس أول شيء بدي أعمل عملية اللي هو تقدير. أول شيء كمان تعطينا عن هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس منازل خمس أصفار بالشكل هذا ناقص الصفر بيعطي، لا أمس ما بيعطي، كمان خمس أصفار بالشكل هذا. لما أجي أنا بنزل بقول له أنا يا مس عندي أنا هون خليكي معايا، أنا بحاول أصغر شوية الخط عشان أنا بدي آخذ الناتج تبعي هون. أيوة بدي آخذ الناتج هون، هاي اثنين أيوة هون مس خمسة أصفار، بحط خمسة بنزل خمسة اثنين خمسة، بعدين بقول له سبعة ناقص اثنين اللي هي خمسة بالشكل هذا. نيجي وانا مس بدي اطرح، ابدا اطرح، ابدا اطرح من اليمين، من اليمين من الاكبر اللي هي ستة، الاكبر هي ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، نفس المنازل، الأكبر هي ستة، صفر ناقص ثمانية لا يجوز، بستلف من الأربعة، في طلاب بيقولوا لي ثمانية زائد ناقص صفر ثمانية، لا يمس، أنا هون هون الأول، هذا الأول اللي هي اثنان، ببدا احط الاثنين، بقول هون أربعة ناقص صفر أربعة، أنا هاي صفر وهي أربعة، بعدين اثنين ناقص صفر اثنين، بعدين ثلاثة ناقص خمسة لا يجوز، بس ثلاثة بتصير هاي سبعة، هاي ثلاثة عشر، ثلاثة عشر ناقص خمسة، ثلاثة عشر ناقص خمسة اللي هي بس عندي أسفل ثمانية، لا يجي هون مس سبعة، سبعة ناقص صفر سبعة، ستة ناقص اثنين، ستة ناقص اثنين أربعة، أنا هون جاتني بالشكل هذا. نجي ناخذ كمان مثال صرف صرف حل مع بعض على الروح. ناخذ كمان مثال ونحل على اللوح اللي هو خليني ابعد شوي، خمسة انا حطه هيك على السريع لاني
22 86 29 54 92 96 98 عملية الطرح على السريع. خدت معي ناس الآن. أول شيء دائما خليني أعمل عملية الإيش؟ التقدير. الستة بتعطي للسبعة؟ نعم. السي هون 8 1 2 3 4 5 5 أصفار. نعم إحنا عرفنا لازم تكون المنازل متساوية. تقدير هون 9 بتعطي؟ نعم. يا مس بتعطي بصير 3 هون كمان 5 أصفار والكل بتكون 2 4 2 4 5. نعمل عملية الطرح اللي هي 5 أصفار كنا بننزلها بالشكل هاد وبعدين بنقول 8 ناقص 3 اللي هي 5. تيجي مس هون على الطرح 2 السبعة الأكبر باجي هون 1 ناقص 2 لا يجوز مس على طول يعني كنا بنعرف بصير 11 11 ناقص 2 9 مس باخذ هون 9. 4 ناقص 2 2 2 ناقص 6 لا يجوز باخذ من هون بصير هاي 8 هاي 12 12 ناقص 6 6 نعم. بعدين هون 8 ناقص 8 0 8 ناقص 8 0 6 ناقص 9 لا يجوز بصير هون 6 وهون 16 16 ناقص 9 اللي هي يابس 7 نعم. ستة ناقص اثنين أربعة وأنا هيك إجابتي هي تقريبا. لاحظين إنه هاي نفس الإجابة فوق أنا كأني أحملها وحاسة بنفس الحكي فوق ليش هو مش جبتها نفس الإجابة تقريبا بس اختلفت الأجزاء الثانية. نعم ليش هون يا مس على ستة طبعا اخر واحد ان شاء الله بنحلها هون لانه كثير اخذنا هون تسعة خمسة اثنين ثمانية ستة ناقص أول شيء خليني أقدر بعدين أطلع خليني أعد المنازل خمسة وهون خمسة وهون خمسة نعم معناته التقدير حيكون اخر منزله اخر منزله اخر منزله الان هون عندي 5 بتعطي 9 نعم بصير هون 10 بصير 10 التسعة بتصبح 10 التسعة بتصبح 10 وعندي 1 2 3 4 5 عندي 1 2 3 4 1 2 3 4 استنى علي هون الاثنين بتعطي لا ما بتعطي بضل عندي أربعة طب هي مس خمسة هي خمسة ليش دعوة هي العشرة على مين التسعة مش واضح؟ بيجي هون مس الصفر ما بتعطي وكمان بضل عندي أربعة منازل بيجي هون مس أربعة أصفار أنزل خليني أخلص هذيك عشان أبعد شوي صغيرة عن هاي أربعة أصفار هن كلهن أربع أصفار ما ليش دعوة فيهن بعدها بصير اثنين واحد وصفر ثلاثة والواحد لحاله بنزل واضح واضح انتبهي أنا هون أربعة 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 طيب اثنين واحد صفر اثنين واحد صفر ثلاثة والواحد ما فيش له إشي بينزل ليش هون بدي أطرح أنا بدي أطرح من إيش دائما حاول خليك معي شوي لازم تطرح اول شيء عددين من بعض بعدين العدد الثالث بعدين العدد الثاني طيب خليك معي شوي اول شيء اطرح هذول العددين شايفين اطرحهم اطرحهم خليني اطرح العددين هذول نزلت شوي
اطرح العدد التاسع الاول صح؟ معناته من هون 6 تطرحها من 2 بتعطيني نص 6 ناقص 2 6 4 بتعطيني صح مس؟ طيب 8 ناقص 6 بتعطيني 2 بعدين عندي 2 ناقص 5 لا يجوز بصير 12 12 ناقص 5 7 4 ناقص 2 2 9 ناقص 1 8 مين ضايل مس عندي؟ اللي هو ضايل عندي ححطه اللي هو هو العدد كله اللي عندي اللي هو 20,850 هحطه مع بعض هيك بالشكل هذا وحبدا احل مع بعض. الان انا يا مس هون عندي اللي هو الاكبر هاي الاكبر هاي نتيجة هاي الاكبر 4 ناقص 4 ناقص 8 لا يجوز 4 ناقص 8 لا يجوز ايوه 4 ناقص 8 لا يجوز بستلف من هون بصير هاي بستلف من هون هاي بصير 1 هاي بصير 14 14 ناقص 8 اللي هي 6 1 ناقص 5 لا يجوز بصير هون 6 وهون 11 ناقص 8 ناقص 5 اللي هي 6 كمان 6 ناقص 0 6 2 ناقص 0 2 8 ناقص 2 4 أنا آسفة بس أنا هون آسفة هون طرح بس أنا طرحت صح؟ أنا جمعت أربع أصفار أربع أصفار أربع أصفار من الأول 10 ناقص 1 9 10 ناقص 1 9 9 ناقص 2 7 ما بظبط هيك عندي بس أنا الأول هون اللي هي 9 ناقص 1 10 10 ناقص 1 9 يجي هون صفر ناقص صفر واحد ناقص صفر لا يجوز 10 ناقص 9 وهون بالشكل هذا ناقص 2 كمان بالشكل هذا تعطيني هون لمس 9 ناقص هاي هي 7 هي 7 بالشكل هذا خلينا مع بعض هيك خلصنا تقريبا درس على حصتين وهيك انهينا كل شيء على الطرح الأعداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.